السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب يكونوا بخير. معاكم النهارده مطبخ روكا مهند ام مصطفى. وصفة النهارده حبايب قلبي هنعمل طاجن البامية باللحمة الضاني. اول حاجة طبعا نبدأ باللحمة نسلقها. لو اللحمة بتاعتك صغيرة اديها نص سلقة، لو اللحمة بتاعتك كبيرة شوية اديها تلات ارباع سلقة قبل ما نشتغل بيها في البامية. انا هنا دلوقتي معايا كيلو لحمه ضاني، هي كبيره شويه، انا طبعا هديها 3 ارباع سلقه. مجهزه لها بصلايه، ورق لوري، عودين كرفس اللي احنا كنا مفرزينه مع بعض في الفريزر. دلوقتي انا هنا بغلي ميه، اهي ميه مغليه. انا طبعا هسيبها بس تغلي لان هي بتت معايا وانا بقدم، اما تغلي هرجع لكم تاني. هنا الميه غلت معايا حبايب قلبي، هنبتدي طبعا نسقط اللحمه بتاعتنا. بسم الله. هي اللحمه طبعا بيضة شويه لان هي دي طبيعه اللحمه الضاني. طبعا انت تقدري تعمليها باي نوع لحمه عندك، مش شرط يعني اللحمه الضاني، بس خدي مني الطريقه واللحمه اللي تعجبك حطيها عليها. اهي هنسقط طبعا البصلايه، هنحط ورق اللوري والكرفس، هنحط هنا نص معلقه فلفل اسود، الملح طبعا نص معلقه فلفل اسود، الملح طبعا في الاخر خالص. طبعا اول ما اللحمه طبعا انا هغطي عليها تستوي مع نفسها كده، اول ما تاخد غلوتين هوطي عليها وسيبها تستوي على نار هاديه. واول اللحمه ما تستوي معايا ثلاث ارباع سوا هنرجع تاني ونعمل الباميه مع بعض. حبايب قلبي اللحمه بتاعتنا طبعا استوت. هقول لكم طبعا مقادير الباميه. انا هنا معايا كيلو باميه، الباميه ديت باميه رومي حبايب قلبي، انا مفرزاها عندي في الفريزر. بصوا هي طويله ورفيعه بس بتبقى زي السكر. طبعا انت اي باميه عندك استعمليها، دي انا كنت مفرزاها. باذن الله هعمل لكم فيديو عن تخزين الباميه وتفريزها قريب ان شاء الله. ده كيلو باميه معايا. للكيلو باميه نص كيلو عصير طماطم معايا، اربع معالق كبيره صلصه خام. طبعا الباميه بتحب الصلصه كتير بصراحه. معايا هنا راس توم كبيره مهروسه، هاخد ربعها على الباميه وهي بتستوي، والثلاث ارباع هعمل بيه طشه الباميه. معايا هنا بصلايه كبيره متقطعه مكعبات بالشكل دوت، كبيره شويه. معايا اربع معالق هريسه، هريسه فلفل رومي مش حامي، بارد. انا عامله لكم عليه فيديو هنزله لكم قريب ان شاء الله بالطعم الاكل قوي قوي. معايا طبعا الباميه، ملح حسب الرغبه، ونص معلقه فلفل للكيلو باميه، نص معلقه فلفل اسمر ناعم، نص معلقه صغيره. معايا هنا بقى دي للطشه بتاعت الباميه، دي حته ليا ضاني لو انت مش عايزه تستبدليها بالسمن، بس هي بقى بصراحه بتطعم الاكل خالص. انا برده كده كده اللحمه اللي معايا لحمه ضاني. معايا للطشه معلقه كزبره ناشفه كبيره. السمنه طبعا هنحطها في الحله على البوتاجاز. يلا على البوتاجاز نشتغل. هنا حبايب قلبي معايا، انا هنا حاطه معلقه زبده صفراء على معلقه سمنه نباتي، الاثنين مع بعض خليط مع بعض. ولو انت عايزه بقى السمنه اللي عندك او الماده الدهنيه اللي عندك براحتك خالص معاها. انا دلوقتي هضيف عليهم البصلية بتاعتنا. طبعا انا كنت عامله لكم باميه قبل كده، بس الباميه اللي انا هعملها لكم النهارده دي طريقه طهيها مختلف خالص عن الباميه الاولانيه. لازم تعرفوا حبايب قلبي ان كل انواع الاكل اللي ربنا خلقه في الدنيا ملوش ليه طرق عمايل كتير جدا، مش طريقه واحده. انا طبعا هعملها لكم طريقه تانية هتعجبكم باذن الله قوي. طبعا مهند جوه عامل لي ارتباك. هنا هناخد ربع معلقه، ربع راس ثوم اهي هنحطها مع البصل.
والباقي طبعا هنخليه يتشرشر. البصله دي حبيب قلبي لازم تاخد تشويحه كويس، مش هنحمرها، احنا يا دوب هندبلها خفيف خالص. طبعا حبيبه قلبي البصل معانا اتاكل حلو قوي اهو، ونسيب طبعا الجبنه الصلصه بتاعتنا، بسم الله، عصير الطماطم، هندخله بتاعتنا الخام بالشكل ده زي ما قلت لك، اللبن صلصه كتير ندوبهم مع بعض كده عشان يختلطوا ببعض. طبعا هنفرسه بتاعتنا، كل المقادير هنحطها على بعض اهو. طبعا انا هخلي احط الفلفل، هخلي الملح في الاخر خالص، هجيب طبعا مكعب مرقه، ده مكعب بقى مرقه اختياري بس هو بيطعملي الاكل قوي اهو. طبعا هنحط اللحمه بتاعتنا بردك ايه، استوت ثلاث ارباع سلقه، انا طبعا مخليها احجامها كبيره عشان طبعا لما تخش الفرن ما تتهريش مني بالشكل ده اهو. هنحط الباميه بتاعتنا تاخد جزء من السوا مع التسبيكه بتاعت الطماطم. طبعا هي عايزه معلقه كبيره الملح زي ما قلت لك، وخليك الاخر خالص. طبعا حبيبه قلبي احنا هنسيب طبعا الصلصه بتاعتنا تتسبك، تاخد تسبيكه وهي فيها الباميه كده، يعني احنا مش عايزين الباميه تستوي او احنا عايزينها تستوي تلات ارباع سوا، والربع الباقي هنكمله في الطاجن في الفرن، هغطي عليها لحد ما الصلصه تتسبك. بس في حاجه انا هجيبها لك، هاتي السكر يا ماما. طبعا معلقه السكر دي حبيبه قلبي بتشيل دي معلقه سكر صغيره ما بتبانش في الاكل خالص، ولكن بتدي للاكل، انا هزودها شويه عشان الباميه كتير، بتدي للاكل طعم حلو قوي وبتشيل الحموضه بتاعت الطماطم. نقلب كده عشان السكر طبعا يخش في الاكل كله. طبعا حبيبه قلبي انا طبعا هسيب الصلصه تتسبك مع الباميه، والباميه تاخد سوا والصلصه تتسبك، وهرجع لك تاني هنقول لك نعمل ايه كده. حبيبه قلبي اثناء الباميه ما بتاخد جزء من السوا معايا، انا هنا حطيت حته اللي هي الدوني هسيحها عشان طبعا احط عليها ثوم الكزبره وترشها على الباميه، هي اول ما هتسيح وتنزل الدسم بتاعها هرجع لك تاني واقول لك نعمل ايه كده. حبيبه قلبي حته الدنيا بتاعتنا اتحمرت معانا اهي، بس انا طبعا اضفتلها معلقه سمن لانها ما نزلتش دسم معايا خالص. كده هنضيف الثوم، هنضيف على الثوم الكزبره بتاعتنا، الثوم يتحرق مني، احنا عايزين لا ياخد لون اصفر بس.
بتقلبي الثوم بتاعنا، خد لون حلو قوي اهو، لون اصفر حلو قوي. هنجيبه طبعا على الطاسه بتاعتنا، هنقلب البنية بتاعتنا هي ان شاء الله بتسبب شوية حلوة اوي اهي. طبعا انا هحط لها الملح بتاعها اهو، ما تنسيش ان انا حاطه بتاع ماجي عشان هو بيبقى حادق قوي. شوية شوربة، بسم الله. البامية ما بتحبش الشوربة كتير، خلي بالك بالشكل ده كده. هي مجرد ما هتغلي معانا طبعا نظبط الملح بتاعها، نحط لها شوية شوربة كمان. أهو مجرد ما هتغلي معانا تاخد غلوة، هنحطها في الطاجن. طبعا هحطها في الطاجن قصادكم، بس أنا هقفل معاكم أول ما هتغلي هرجع لكم تاني. طبعا حبيبه قلبي انا طبعا الباميه خلاص غلت معايا، هي خدت غلوه بعد ما اتسبكت وحطيت عليها الشوربه، وانا كده مشغله البوتاجاز على اعلى درجه عندي 260. بس بالنسبه احنا هنحطها في الرف الوسطاني، بس الرف الوسطاني انا قربته تحت شويه من النار، لان انا مش هخليها على النار مباشره، هي هتبقى فوق النار حاجه بسيطه ومن غير غطا. اي بالشكل دوت كده هنحطه في الطاجن. بسم الله. البامية بتاعتنا محتفظة بالقوام بتاعها هو، طبعا هي فاضل لها، هي استوت كده نص سوا. النص التاني هنحطه طبعا في الفرن يكمل بقية السوا بتاعه. وعامة كل البامية ما بتستوي اكتر كل ما بتديكي طعم احلى اهو. طبعا اللحمة الضاني مدية شغلي بقى خالص فظيع بصراحة. وعامة البامية بالذات حبيبة قلبي بتحب اللحمة الدسمة اهو. انا هاخد كل اللحمة اللي في الحلة طبعا، انا مش هملاها على الاخر على الاخر، بس انا عشان تكوني عارفه هاتيلي صاجيه مهند صغير. لازما اي طاجن تحطيه في الفرن، هاي مهند حطيه هنا ايوه كده. اي طاجن حبيبه قلبي تحطيه في الفرن، ما تحطيش الطاجن مباشره على الرف او على النار، لازم تحطيه في صاج عشان خاطر الطاجن ممكن يفور منك، ينزل على الولع يعمل مشكله. في حاجة طبعا هنضيفها كمان، دولت قرنين فلفل حامي. لو انت عايزة الطاجن بتاعك يبقى مشطشط قوي افتحيهم، عايزاه يبقى واخد حروقية حاجة خفيفة بس كده عشان لو في اطفال بتاكل سيبيه مقفول، بس هو كده بالشكل ده هيدي طعم حلو قوي. انا طبعا هحطه نص ساعة على درجة حرارة 260 في الرف الوسطاني، بس مقربين الرف شوية من النار، خالعينه من الوسط ومنزلينه على النار حاجة بسيطة خالص. وبعد نص ساعة هرجع لك تاني وارهولك شكله ايه. كده حبايب قلبي طاجن البامية بتاعنا شوفوا قد ايه، انا لسه مطلعه حالا من الفرن، شوفوا بيبقى ازاي.
في منتهى الجمال والطعام. بألف هنا وشفا حبايب قلبي، ويا ريت تتفضلوا معايا. انا طبعا الباميه كانت كيلو معايا، جم 2 طاجن، واحد كبير واحد صغير بالشكل دوت. ان شاء الله انتظروا مني الباميه الويكه باذن الله. وان شاء الله باذن الله لو نشفتي باميه هعمل لكم طبعا، بس ده هيبقى على الشتاء باذن الله. هعمل لكم طبعا باميه ناشفه، مع اني ما بحبهاش بس في ناس طلبتها مني كده. حبايب قلبي يكون الفيديو بتاعي معاكم خلص النهارده، وادي الباميه جميله. انا عايزه بس اوريها لكم بالمعلقه. بصوا حبايب قلبي قد ايه الجمال، شايفين الجمال؟ شوفوا بصوا استوت ازاي، بصي اتفتحت جميله جدا جدا. انا بصراحه مش قادره احط ايدي فيها لانها سخنه خالص، واللحمه بتاعتنا محتفظه بالقوام بتاعها لان انا ما سويتهاش قوي. الباميه دي حبايب قلبي ربي مهند، الباميه دي زي ما قلت لكم باميه رومي. احاول كده امسك الباميه بايديا، بصوا استوت فظيعه فظيعه حبيب قلبي. كده انا اكون خلصت الفيديو بتاعي معاكم النهارده. يا رب اكل يا رب مهند يكون بيعجبكم حبايب قلبي. باذن الله نتقابل على خير مع فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.